مرت هذه بنية خليتها أمها تخليت عليها ومشيت. نقلقنا اللي هو احنا يلزمهم هذوما صغيرات ما يخرجوش للشمس وما معناتها اللهوة توا النظافة الكل ما همش كي صغار حتى بروبليم سيكولوجي راه. هذايا بيبي اسمه أحمد. هذي عمره؟ هذي عمره 4 mois. هذي أمه قعدت تحذينا أبري 40 جور. مسكينة تعلقت بيه وحبت تهزو. جي أخوها قالها لا ما نهزوش. ياسمين هذي بنية. هذي 5 mois. هذا بيبي دمير سيليباتير يفو 3 في جينيا. شحطوه يسخن شوية تحت الشفاش. طاو مازال كي تولد؟ أمه موجودة؟ ثم فهم الدوسيات الخاصة بكل أم عزبات جات لهنا خاطر كل أم عزبات تتقدم نعمل لها دوسي. 2013 وصلنا للديكلاري 145 حالة خاطر فما حالات تدخل وتخرج وما فيقوش بها. نوع يقدم روحه بكل وضوح ويقول هي أم عازبة، وفما نوع آخر يقدم روحه متزوج ويعطي اسم مستحار. فما يجونا صغار خارج طار الزواج، صغار طريقة الأم تولد البرة وتسوي تلوح صغيرها في طريق العام في بنية في كياس في واحد يجيو عن طريق الشرطة بتسخين. الحالات متعدة، فما عنا طلبة عن الإجازة ديات اللي ما عندهمش مقر رسمي، عن فما حالات الاغتصاب، فما حالات أخرين وزاد نأكد عليهم للوعي للعائلات، معناها فما حالات تاع انسيست. أنا جيك ولدت من أخوها، فما شكون جانا من أخوها، فما من خالها، فما من عمها، برشا حالات من النوع هذي. والله فما هي لجيت ولد 3 أو 4 مرات خارج إطار الزواج، وصلت جاونا 5 ولادة خارج إطار الزواج. 90% تقول لك فقدت بروحي هبلة في 4 أشهر و5 أشهر، توا مدة 10 أيام، فما ولدت وهي ما في بالهاش بروحها، معناها حاسة قامت الصباحة وأمها ما في بالهاش، ومينور زادا، معناها مازالت تقرا في الكوليج. وقامت الصباح قالت أمها متقلقة شوية كي جابتها لهنا ولدت. بالقانون قرارات قاضي الأسرة هي تنفذ فورا على المسودة. هذا القانون شنو ينص؟ بقينا في الواقع هاكم شفتوا، معناها صغير يبقى ب7 و8 أشهر ويستنى في موعد باش تقبل المؤسسة اللي هي المعهد الوطني لرعاية الطفولة، نحب نقول اللي هي المؤسسة الوحيدة الحكومية اللي تهتم بمثل هذه الوضعيات. حاولنا لهنا مع إدارة المؤسسة وقاعدين مع الجمعيات وكذا، قاعدين نلوجوا على عائلات بديلة، مش بمعنى كفالة ولا تبني، بمعنى عائلة بديلة مش تعوض السبيتار في اللهو بك الصغيرات هذوك إلى حين أنه نوصلوا للحل النهائي، مش يكون يا إيداع نهائي في المعهد ويكون صغير على ذمة مؤسسة الكفالة أو التبني، وإلا مش يتم استرجاعه من طرف أحد والديه ولا الاثنين مع بعضهم. وضعية مؤسفة.